أولا أنا مو دكتورة، أنا مدرسة مساعد إسراء رفعت خيري، يعني حصل على شهادة الماجستير باختصاص زراعة الأنسجة النباتية من قسم البستنة وهندسة الحدائق في كلية الزراعة أو كلية علوم الهندسة الزراعية، صار اسمها تغير، جامعة بغداد. اوكي عنوان تفضل. البحث، عنوان البحث هو تأثير الرش بمستخلص الطحالب والأحماض الأمينية على نمو وإزهار نبات الجربرة، جربرة جيمسوني. الخلاصة أو المستخلص، أجريت التجربة في البيت البلاستيكي التابع لقسم البستنة وهندسة الحدائق كلية علوم الهندسة الزراعية جامعة بغداد للموسم 2018-2019 لدراسة تأثير الرش بمستخلص الطحالب والأحماض الأمينية على النمو الخضري والزهري لنبات الجربرة، واستعمل بيه 3 تراكيز من مستخلص الطحالب، هي 1 و2 و4 مل باللتر، وتركيزين للأحماض الأمينية 1 و2 غرام باللتر، بالإضافة إلى معاملة المقارنة اللي تم فيها الرش بماء المقطر فقط. أظهرت النتائج تفوق التركيز 4 مل من مستخلص الطحالب في صفات النمو، جميع الصفات العفو عدا صفة قطر الحامل الزهري، أعطى تركيز 2 مل، أعلى معدل لقطر الحامل الزهري بلغ 0.58 سنتيمتر. بالنسبة للأحماض الأمينية تبينت النتائج تفوق التركيز 2 غرام باللتر في جميع الصفات المدروسة، أما بالنسبة للتداخل فأعطت المعاملة 4 مل باللتر من مستخلص الطحالب مع 1 غرام باللتر أحماض أمينية، أعلى معدل في عدد الأوراق وطول الحامل الزهري والعمر المزهري، وأعطت المعاملة أيضا 4 مل من مستخلص الطحالب ل2 غرام باللتر، أعلى معدل لعدد الأوراق ونسبة الكلوروفيل وقطر الزهرة. المقدمة، نبات الجربرة، الجربرة جيمسوني من النباتات العشبية، يعود إلى العائلة المركبة الكومبوزيتي، وأزهارها محمولة على أعناق طويلة خالية من الأوراق شعاعية، ألوانها متعددة الألوان. ترجع أهمية النبات إلى تعدد أغراض زراعته، يزرع بالبيوت الزجاجية للحصول على أزهار صالحة للقطف التجاري طول أيام السنة. طبعا هو من أزهار القطف المهمة اقتصاديا، يأتي بالمرتبة الخامسة من حيث يعني تسلسله ما بعد الروز والقرنفل والداوودي والجيربرة. هو تصلح أزهاره للقطف، عمل التنسيقات الزهرية لاختلاف ألوانه، جمال وكبر قطر أزهاره، يتراوح قطر الزهرة من 5 إلى 12 سنتيمتر. البتلات إما قاطية، يعني تتكون من صف واحد من البتلات، أو قطمر أو يسموها مزدوجة، تتكون من صفين أو طبقتين من البتلات. طبعا هي هاي المفضلة والمرغوبة، كما تتميز بطول أعناقها وبقائها مدة طويلة بعد القطف، خاصة إذا اعتني بمعاملتها وحفظها في المزهريات. واستخدمت مستخلصات الطحالب كأسمدة حيوية لاحتواء على العناصر الكبرى والعناصر الصغرى والفيتامينات والبولي أميز، وهذه العناصر كلها من شأنها أن تحسن الحالة الغذائية للنبات وتحسن نمو محاصيل الخضار، أيضا تحسن من حاصل ونوعية الفاكهة، وبالتالي أيضا تزيد من بالنسبة للأزهار القطف، تزيد من الكبر القطر للزهرة وأيضا للحامل الزهري. تعد الأحماض الأمينية من المركبات المهمة التي تؤدي دور هام في الخلية النباتية بسبب تأثيرها المباشر على النشاط الإنزيمي، فهي تمتص وتنتقل بسرعة داخل أجزاء النبات المختلفة، فضلا عن دخولها في تكوين النيوكليتيدات والفيتامينات وهرمونات النمو، وهي المكون الأساسي للمادة الحية والبروتوبلازم. المواد وطرائق العمل،
الصفات اللي مدروسة عندنا هي صفات النمو الخضري، عدد الأوراق لكل نبات، تقدير الكلوروفيل الكلي، وصفات النمو الزهري، عندنا قطر الزهرة وقطر الحامل الزهري بالسنتيمتر، تم استخدام الفيرنية أو القدمة في قياسها، طول الحامل الزهري تم استخدام الشريط القياس في قياسها، العمر المزهري الباز لايف بالأيام، وتم احتسابه من بدأ قطف الأزهار إلى اليوم الذي يحدث فيه ذبول البتلات الزهرية، وكان يقطع جزء صغير من قاعدة الحامل الزهري يوميا بشكل مائل مع تبديل الماء بماء آخر لحين انتهاء عمر الزهرة. تحليل الإحصائي، تم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي الجاهز الساس والنتائج والمناقشة. طبعا هي تجربة عاملية 3x4، تصميم القطاعات العشوائية الكاملة الـ RCBD، وبعاملين هي المستخلص الطحالب والأحماض الأمينية. الجدول هنا يبين معدل عدد الأوراق للنبات بالنسبة لتأثير مستخلص الطحالب والأحماض الأمينية. لاحظ تفوق التركيز 4 في مستخلص الطحالب، أعطى يعني معدل لعدد الأوراق 9.23 مقارنة بمعاملة المقارنة اللي أعطت أقل معدل لعدد الأوراق بلغ 3.80. بالنسبة للأحماض الأمينية أعطى التركيز 2 غرام باللتر، أعلى معدل بلغ 7.33. أما بالنسبة لتأثير التداخل فالتركيز 2 مع 4 لمستخلص الطحالب أعطى أعلى تركيز بلغ 9.60، والذي لم يختلف معنويا عن التداخل بين 1 أحماض أمينية و4 من غرام مل العفو من تركيز الطحالب. الجدول الثاني يبين معدل طول الحامل الزهري لنبات الجربرة والتداخل باستخدام مستخلص الطحالب والأحماض الأمينية. فنلاحظ أيضا بالنسبة لتركيز مستخلص الطحالب تفوق التركيز 4، أعطى 25.86 سنتيمتر مقارنة بمعاملة المقارنة، وأيضا لم تختلف معنويا عن تركيز 1 اللي أعطى 26.10 سنتيمتر. بالنسبة للأحماض الأمينية فتركيز 2 هو أعلى معدل لطول الحامل الزهري، أعطى 25.17. وبالنسبة لتأثير التداخل فيلاحظ التركيز التداخل بين تركيز 2 مستخلص طحالب مع 2 غرام باللتر حامض أميني، أعطى 30 يعني 30 معدل طول الحامل الزهري مقارنة بمعاملة المقارنة. الجدول الآخر يبين معدل قطر الحامل الزهري، فيلاحظ تفوق التركيز 2 من مستخلص الطحالب، أعطى أعلى معدل يعني لقطر الحامل الزهري بلغ 0.58 سنتيمتر مقارنة بمعاملة المقارنة اللي بلغت 0.34 سنتيمتر. بالنسبة للأحماض الأمينية كان تركيز 2 هو أعلى التراكيز في إعطائها على معدل لقطر الحامل الزهري بلغ 0.57 سنتيمتر مقارنة بمعاملة المقارنة. بالنسبة أيضا للتداخل أعطانا التداخل بين 2 مستخلص طحالب مع 1 أحماض أمينية 0.80 سنتيمتر مقارنة بمعاملة المقارنة اللي أعطت 0.33 سنتيمتر. الجداول توضح أغلبها هي أنه تركيز 4 هو اللي أعطانا أعلى معدل في يعني عدد الأوراق وأيضا عدد قطر الحامل الزهري وطوله وقطر الزهرة وأيضا نسبة الكلوروفيل. بس أريد أطلع الصور بلا زحمة. هاي الصورة الأولى هي صورة لنبات الجربرة أثناء يعني المعاملات. الصورة الثانية هي صورة لجهاز قياس الكلوروفيل، هو السباد اللي تم فيه قياس نسبة الكلوروفيل.
الصورة هاي تبين انه زهرة الجربرة الصالحة للقطف، طبعا مواصفاتها تكون قاطية العفو قطمر. حساب العمر المزهري يعني تم على وفق هذا الأساس. استنتاجات انه أدت معاملة الرش بمستخلص الطحالب 4 مل باللتر الى تحسين الصفات الخضرية من حيث عدد الأوراق ونسبة الكلوروفيل الكلي، انعكس ايجابي على الصفات الزهرية من الناحية التسويقية، فزاد قطرها وطول وقطر الحامل الزهري وإطالة عمرها المزهري. الرش بالأحماض الأمينية بتركيز 2 غرام باللتر ساهم بفاعلية في تحسين الصفات الخضرية والزهرية لنبات الجربرة. اما بالنسبة للتوصيات، اعتماد التوليفة 4 مل باللتر مستخلص طحالب وع 2 غرام باللتر أحماض أمينية في رش النبات الجربرة لأنها حسنت من صفاتها الخضرية والزهرية. استعمال تراكيز أخرى من مستخلص الطحالب والأحماض الأمينية أو أي مادة أخرى تساهم في تحسين مواصفات الأزهار وصلاحيتها للقطف التجاري. إجراء دراسات أخرى على نبات الجربرة لأن من النباتات المهمة اقتصاديا كونها من أزهار القطف. وشكرا لحسن الإصغاء.